تبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب باستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022. وقالت الهيئة للمملكة إن مدة استقبال طلبات الترشح تستمر لثلاثة أيام. فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة هو ما ستمضي به الهيئة المستقلة للانتخاب أمام فتح هذا الباب في الانتخابات المتعلقة بمجالس المحافظات ومجالس البلدية وأيضا مجلس أمانة عمان للعام الحالي. ثلاثة أيام هو عمر الترشح للانتخابات المقبلة كما تم تحديده من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، أيام يعقبها باب تدقيق الطلبات بشتى المحافظات ومن جميع الجهات. وبهذا يكون يوم 22 من آذار المقبل هو يوم موعد الاقتراع، لتمضي الهيئة بذلك مرحلة نهائية من حسم الانتخابات المقبلة. ويأتي تنظيم الانتخابات المقبلة استنادا لقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان. 125 لجنة من الهيئة المستقلة ستعمل وفق الجانب التنظيمي لإدارة الانتخاب بمشاركة ما يزيد عن 4.5 مليون ناخب وناخبة من الذكور والإناث. عبيد ضمور، المملكة، عمان. ينضم إلينا عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأستاذ جهاد المؤمني. أهلا وسهلا بك معنا في السادسة. كيف تستعدون لهذه الأيام الثلاثة وكيف هو الاستعداد لما بعد ذلك نظرا لتفشي فيروس كورونا، وكيف سوف تتعاملون مع هذا التفشي؟ نعم، شكرا لك. الحقيقة إذا كان المقصود بالاستعداد تجنب العدوى ولحماية المترشحين، فهناك إجراءات محددة وضعتها الهيئة في مراكز استقبال طلبات الترشح، وهي بطبيعة الحال مراكز لجان الانتخاب في 125 دائرة انتخابية. وهذه الإجراءات تشمل الالتزام التام بمعايير السلامة العامة كما وضعتها لجنة الأوبئة، وأيضا نحن نتشدد بموضوع التجمع، يعني نمنع التجمع والتجمهر أمام مراكز استقبال طلبات الترشح. الاستعدادات الأخرى هي الاستعدادات الطبيعية التي تقوم بها الهيئة لاستقبال طلبات الترشح. طبعا هناك لجان خاصة سوف تستقبل الراغبين بالترشح، سوف تساعدهم يعني الحقيقة أعداد كبيرة من المتطوعين للوصول إلى اللجنة وتسليمهم طلبات النماذج للتقدم للترشح. وطبعا على المترشح أن يقدم أيضا أوراقه الثبوتية، الأوراق اللازمة لاستيفاء طلبات الترشح بشكل عام. الهيئة استعدت لهذه الأيام الثلاثة منذ فترة، لدينا عملية تدريب تمت لكوادر الهيئة، أيضا هيئنا الظروف البيئية واللوجستية من أجل تسهيل المهمة على راغبي الترشح في جميع المراكز التي ستستقبلهم اعتبارا من صباح دوام من صباح غدا الثلاثاء ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء أو غدا الاثنين، عفوا اليوم 7 و8 و9، اليوم عندنا الاثنين 3 4 5. يعني بعد يوم الخميس سوف يتم التدقيق بهذه الطلبات وبعد بعض الأعمال. نعم تفضل. العفو، لنهاية دوام يوم الأربعاء نستقبلهم اعتبارا من غدا الاثنين ولنهاية دوام يوم الأربعاء. يوم ابتداء من يوم الخميس ما الذي سيحصل؟ يعني الهيئة لديها فرصة للنظر في هذه الطلبات، لدينا مهلة 7 أيام، سوف ننظر في هذه الطلبات، مجلس المفوضين سينظر هذه الطلبات، وبعد انتهاء المهلة سوف نبلغ كل شخص قبل طلبه أو الشخص الذي رفض طلبه، وطبعا مع تبرير الأسباب. والذين ترفض طلباتهم يستطيعوا أن يطعنوا بقرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وبإمكانهم طبعا اللجوء للمحاكم، والمحكمة هي التي ستقرر والهيئة ستلتزم بقرار المحكمة.
نعم، بعد ذلك سوف يتم فتح المقار الانتخابية، والسؤال هنا أستاذ جهاد، كيف سوف يتم العمل على السيطرة على إجراءات السلامة العامة داخل هذه المقار؟ بداية، إلى الآن لم تتخذ الهيئة أي قرار يتعلق بافتتاح المقرات الانتخابية. المقرات الانتخابية منعت في 2020 لأسباب تتعلق طبعا بالسلامة العامة، وإلى الآن الهيئة المستقلة للانتخاب ملتزمة بمنع المقرات ما لم تتحسن الحالة العامة، الحالة الوبائية في الأردن، وإلى أن تصل إلى أرقام مقبولة. وبخلاف ذلك سوف تبقى المقرات مغلقة، لن نسمح بافتتاح مقرات انتخابية إلا بحدود ما تسمح به لجنة الأوبئة، وطبيعة الحال هناك توصيات معينة، لكن الهيئة تتشدد لهذه الجهة لجهة هذا القرار، وبالتالي لن نسمح بالتجمعات. التجمعات هي سبب تفشي الوباء، وبالتالي الهيئة المستقلة للانتخاب سوف تسمح بالدعاية الانتخابية ما أمكن، ولكن المقرات إلى الآن سوف يتخذ قرار بشأنها. عضو مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للانتخاب الأستاذ جهاد المومني، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أمين سر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح الأستاذ زياد البخيت، أهلا وسهلا بك معنا. لو تحدثنا عن القانون الجديد للأحزاب، ما هي ملاحظاتكم عليه بداية؟ الخير، أنا اسمي زياد البخيت وليس زياد البخيت، عذرا على هذا الخطأ، نعتذر. العفو. أولا، يمكن قول مخرجات اللجنة الملكية للتحديث قد شكلت مفاجأة إيجابية لدى جمهرة المهتمين بالشأن السياسي بشكل عام وكافة الحزبيين الجادين بدرجة خاصة، فقد أظهرت هذه المخرجات درجة عالية من الجدية في مسألة الأحزاب، من حيث إعطائها مساحة واسعة تتدرج حتى تصل إلى غالبية أعضاء مجلس النواب 22، الأمر الذي يعني عمليا بدء تشكيل الحكومات على أساس الأغلبية الحزبية داخل المجلس، سواء جاءت هذه الأغلبية على يد حزب واحد أو تحالف من عدة أحزاب. نحن في حزب الأصلاح منفتحون كليا على مثل هذا التوجه، ويشهد على ذلك انفتاح العديد من المقالات والكتب الصادرة عن جهات متعددة من الحزب، بالإضافة إلى المادة الثالثة من الرؤية والمنهج والعام الحزب اللي تنص على خلق حالة سياسية فاعلة ومستقرة تسهم في تحفيز المواطنين المشاركة في العمل السياسي بكل مكوناته. وهذا يعني أنه الآن مرت الأحزاب في عدم استقرار تشريعي منذ عام 92 لتاريخه، والآن جاءت مبادرة جلالة الملك اللي هو دائما سباق ويسبق سباق في كل شيء في تشكيل اللجنة، جاءت من المخرجات التي حولت إلى الحكومة ومن الحكومة التي هي بين يدي مجلس النواب. هذا يعني أنه الآن على الجسم الحزبي عليه أن يبدأ بالحوارات المعمقة مع بعض، والتي تحمل نفس التوجهات، بحيث نتمكن من إيجاد حزب بقواعد عريضة تمكنه من خوض العملية الانتخابية بثقة والفوز بالعديد من المقاعد النيابية التي بالتالي تؤدي إلى تشكيل حكومات وتطبيق مبادئ الأحزاب على مصالح الوطن ضمن الرؤية الملكية السامية التي تضمنتها رسائل القائد المفدى. هذا يعني أنه الآن أنا أؤكد بما مطالب الأحزاب التي طرحت أمام اللجنة القانونية لمجلس النواب الموقر، وأؤكد على ما جاء فيها، لأنهم هم أصحاب خبرة، هذه الأحزاب القائمة هي أصحاب خبرة وهي أصحاب تعرف الشارع والأمور، وهي تنظر وتترن إلى تطلع من حالة الضعف اللي موجودة فيها الآن الأحزاب نتيجة عدم الاستقرار الحزبي ضمن الفترة السابقة التي أدت إلى عدم القبول الإقبال على العمل الحزبي، والآن كونا العمل الحزبي كانت المعيقات قانونية فقط لضعف الإقبال؟ نعم،
كانت المعيقات قانونية فقط لضعف الإقبال على الأحزاب؟ نعم قانونية، لأنه ما فيش استقرار قانوني اللي أدي، ما في قوننا، كان الشباب معظم الشباب أو 90% من الشباب عندهم خوف من الانخراط في العمل الحزبي، لأنه ما فيش قانون يحميهم. الآن القانون يحميهم بعدم المطالبة وعدم الملاحقات لهم بأي وسيلة كانت، وعدم قطع الأرزاق لهم أو لعائلاتهم. فهذا القانون ضمن هذه الضمان، هي الكبرى اللي هي ضمان جلالة الملك عبد الله حفظه الله. نعم، بالنسبة للملاحظات التي تم إيرادها اليوم في هذا الاجتماع، هل تنضم إلى أمناء أحزاب آخرين تحدثوا عن بعض الأمور التي يريدون تعديلها في هذا القانون، تخفيض عدد المنتسبين على سبيل المثال؟ لا، احنا الان هي المشكله ليست عدد المنتسبين. الان الحزب قدم ورقه للجنه القانون الموقره، هي المشكله في المؤتمر العام. المؤتمر العام ليس من السهوله بمكان ان تجمع 50 الاغلبيه المطلقه. على سبيل المثال عندك حزب عنده 10,000، تجيب 5,000 وين بدك؟ اي مكان يقدر ياخذهم؟ الوقت اللازم لأخذ الحضور، يعني في شغلات قضايا فنية نرجو النظر لها باعتبار. فالأخوان اللي قدموا، لا أعرف من طلب هذا الطلب، فهو طلب هو جدير بالاهتمام من قبل اللجنة القانونية ومن مجلس النواب الموقر، جدير بالاهتمام. احنا الآن علينا أن نرغب لا ننفر. نحن الآن هذه المخرجات علينا أن نحول، نأخذ إيجابياتها، علينا أن لا ننفر الناس. حتى القائم، يا أخي القائم استفيد منه، بلاش تلغيه، يعني خلي القائم وعدله، إذا في عنده مساوئ يصلح حاله بحاله. نعم، يعني سيد زيد، يعني بعض الانتقادات التي تورد إلى الأحزاب هي كثرة الأحزاب الموجودة في الأردن. هل برأيك يجب عمل تحالفات للأحزاب التي تتشابه كثيرا في خططها وأفكارها ومرجعياتها، من أجل العمل بشكل أكبر على ضم عدد منتسبين يمثل ويعيد للأحزاب مكانتها؟ نعم، هذا مطلب أساسي. هو الآن على الأحزاب أن تعيد تكوين نفسها وبتحالفات صادقة وليست تحالفات شخصية، يعني أن تتحالف ضمن مبادئ ضمن مبادئ وبرامج وليس ضمن أشخاص، لأن التحالفات والاندماجات السابقة التي تمت من التسعينات إلى اليوم لم تنجح، لأنها كانت تحالفات شخصية، سرعان ما انفكت هذه لعدم، لأنه لا يوجد شيء يجمعها، هو يجمعها أشخاص، والأشخاص فيهم بناتهم اختلاف، فبالتالي لم تنجح الفكرة. واثنين، التحالفات اللي ساهمت فيها الوزارة الشؤون السياسية مشكورة، كانت هي بناء أنه إذا روحت على تحالف تأخذ 5,000 دينار، وأقل أعضاء يجب يكونوا 12، فبالتالي الفكرة هي لأخذ 5,000 وليس للتحالف ضمن الهاي. ما في تحالف نجح حتى نكون صادقين، يعني ما هذه. فهذه أما المطلب اللي ورد باللجنة القانونية، هذا المطلب طالبت فيه الأحزاب من قبل سنتين، أنه ضمن أن تكون تحت رعاية أو مظلة الهيئة المستقلة للانتخاب نقل هذا الملف. وبالتالي ملف الآن نتطلع إلى الهيئة المستقلة للانتخاب في حال تعديل قانونها أنها تشمل الأحزاب، أن ترعى بشكل جيد وإيجابي هذه الأحزاب. نعم. وتفعل القوانين، يعني القوانين السابقة كان لا 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 يجوز، الآن كله يجوز، يعني ما في إلا المعضلة الوحيدة الحالية اللي هي المؤتمر العام وليس العدد 1000، المؤتمر العام. نعم، تفضل. اثنين،
في عندك عندهم عن الأحزاب بغض النظر شو هنالك ما هنالك من هجوم على أحزابها مشان الخمسين ألف ومشان الخمسين، هذه عليها أن ننتهي منها. وبالتالي كمان أيضا يعاد النظر في ميكانيزم صرف الأموال للحزب، هو ينص كانت التعليمات بالقوانين السابقة بشهر 6 وصار 12، شهر 12 لما تيجي وين بدي يصرفها؟ ما عندك على قانون موازنة، إذا ما صرفتها بعد 30/12 تقول الأموال إلى ترجع إلى الخزينة. طيب هذا يضطر يا يلعب فواتير يا أن يقدم أوراق بأي شكل، أنا تعطيني 21/12 25 ألف، وين بدي أحطين يعني؟ هذه يعني إلا تصرف بطرق غير مريحة. نعم وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك أمين سر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح زيد البخيت.